أهلا بيكم. لو نفسك تعرف الفرق بين هاف وهاز وهاد وهاف هاد وهاز هاد وهاد هاد في أقل من 3 دقايق يبقى الفيديو ده عشانك. لو انت مش عامل سبسكرايب ومفعل الجرس فانت بقى عارف المفروض تعمل ايه. يلا بينا نبدأ. اولا لازم تعرف ان have و has و had هما تصريفات لنفس الفعل اللي هو اسمه verb to have. have بتيجي مع I, we, you, they, و has بتيجي مع he, she, it, وفي الماضي في التصريف الثاني بيبقوا had وفي التصريف الثالث بيبقوا برضو had. الثالث بقى تصريفات دول ممكن يجوا كفعل اساسي ليه معنى بمعنى يمتلك، انا عندي. فاقول مثلا I have a meeting، انا عندي meeting، او اقول she has a meeting، هي عندها meeting. فهنا استخدمنا have عشان مع I، وهنا استخدمنا has عشان مع she. وهتلاحظوا هنا ان مفيش عندي فعل تاني، هو have بس هو الفعل الاساسي اللي ليه معنى. ولكن في الماضي هقول I had a meeting yesterday، كان عندي meeting مثلا امبارح. فهاف وهاز الاثنين بيبقوا هاد في التصريف الثاني او في الماضي. تاني استخدام لفيرب تو هاف بيستخدم كفعل مساعد، بيجي بعديه فعل تاني ليه معنى، والفعل التاني ده بيجي في التصريف التالت. يعني مثلا اقول I have eaten، فهنا هاف فعل ملوش معنى جاي عشان الزمن اللي هو زمن البريزنت بيرفكت المضارع التام، وايتن ده الفعل الاساسي اللي معنى جه في التصريف الثالث او في الباست بارتيسيبل. I have eaten معناها انا لسه واكل، فده زمن اسمه البريزنت بيرفكت بيعبر عن حاجه just finished لسه خلصانه. I have eaten معناها انا لسه واكل. لو احنا جينا بقى ناخد الجمله الاساسيه اللي هي فاكرينها بتاعت have a meeting، انا عندي meeting، وعايزين نقول ان انا لسه مخلص الميتنج، كان عندي meeting دلوقتي حالا، فاقول I have had a meeting. هنا بقى نستخدم have had. هتلاحظوا ان have الاولانيه دي ملهاش معنى جاي عشان الزمن، وبعد كده had دي الفعل اللي هو ليه معنى اللي هو امتلك او عندي، بس حطيناه في التصريف الثالث فبقى had. بنفس الطريقه هنستخدم verb has مع he و she وقت، فنقول she has eaten هي لسه واكله، ونقول she has had a meeting كان لسه عندها meeting. طيب بنفس الطريقه لو جينا بقى نخليهم في الماضي التام اللي هو الباست perfect، وده بيعبر عن حاجة خلصت قبل حاجة تانية في الماضي. فأقول مثلا I had eaten before I slept، أنا أكلت قبل ما نام. فالاتنين في الماضي بس إيه اللي حصل الأول؟ إن أنا أكلت، فاستخدمنا ساعتها had والتصريف الثالث للفعل اللي هو third form. طب لو كان have أصلا هو الفعل الأساسي بمعنى يمتلك، أو كان عندي meeting قبل ما نام، فساعتها أقول I had، هنا دي بتاعت الباست بيرفكت اللي بتعبر عن حاجة خلصت قبل حاجة في الماضي، دي بتاعت الزمن ملهاش معنى. وبعد كده التصريف الثالث بقى الهاف هيبقى had، فتبقى had had I had had a meeting before I slept، كان عندي meeting قبل ما نام. يبقى باختصار لو عايز تقول أنا عندي هتقول have أو has مع he و she و it. في الماضي بتاعهم هتقول كان عندي هتقول had. هنا التلاتة فعل أساسي ليه معنى، وبيكونوا هما الفعل الوحيد في الجملة. لكن لو جي وراهم فعل تاني، لو استخدمنا have والتصريف الثالث يبقى زمن الـ present perfect أو المضارع التام، و has والتصريف الثالث ده برضو present perfect المضارع التام مع he و she و it. أما في الماضي التام بنستخدم had والتصريف الثالث، فنقول I had eaten أو I had had، وهنا had التانية هي اللي ليها المعنى. حابب اشكر الناس الجميله اللي دايما بتتابعني وبتكتب لي كومنتس مشجعه، بوجه لكم رساله شكر، بقول لكم ان دايما التعليقات بتاعتكم بتشجعني ان انا اكمل واحاول اوصل لكم المعلومه في اقصر وقت ممكن. ما تنسوش بقى تدعموني كمان بلايك وشير. ثانك يو فور واتشينج، باي باي.